خلينا نفتح كتبنا المقدسة على سفر إشعياء النبي إصحاح 53 على صفحة 785. لما نفتح نقف مع بعض ابتداء من العدد الأول. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخدول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره أي بجراحاته شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها، لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. مبارك اسم الرب، مبارك كلمته إلنا في هذا المساء. تفضلوا. هذا اليوم هو يوم الجمعة العظيمة، اليوم اللي صلب فيه الرب يسوع على الصليب. هذا الأسبوع نسمينه أسبوع الآلام. تعرفون هالأيام ده نشوف الناس متألمة ومتوجعة في كل مكان، صح؟ في كل مكان أكو ألم، أكو وجع. وأنا كنت دا أفكر أنه ما أحوج أنه كل شخص متألم أنه يتقابل مع يسوع عند الصليب. كل شخص متألم يتقابل مع يسوع عند الصليب حتى يخلص، حتى يرتاح. أمين. أحكي لكم قصة. مرة شخص أهبل راح للدكتور، والدكتور قال له شبيك؟ قال له دكتور كل جسمي دي يوجعني، كل جسمي دا يوجعني. وأشر قال شوف دكتور يعني صدري دا يوجعني وراسي دا يوجعني، دا أشر بطني أي دا توجعني، وظهري دا يوجعني، ورجلي وإيدي. دكتور قال له واو يعني مبين عليك كثير متأدي، متوجع كثير. فبلش الدكتور يفحصه، يفحص صدره، يوجعك؟ قالوا لا. بطنك؟ قالوا سوي هيك ما يوجع. ظهره ما يوجع، راسه ما يوجع. بعدين لزم ايده قال اي. قالوا حبيبي عزيزي انت ما بيك شيء بس اصبعك مكسور. هو ده يأشر اي. شنو ربط القصة بموضوعنا؟ الربط انه كثيرين من عندنا متألمين، صح؟ أكو واحد ما عنده ألم، ما عنده شيء مضوجه، كثيرين متألمين. بس مشكلتنا نحن نسقط ونشخص ألمنا في مكان آخر.
يعني أنا ضيج من المرأة أطلعها بالأولاد، أنا ضيج بالدائرة أطلعها بمرتي. تفهمون؟ كثير من عندنا شخص ألمنا ونسقط ألمنا في مكان آخر، لكن لما نيجي عند الصليب رب راح يكشف لنا وين هو وجعنا بالضبط، بالتحديد وين هو وجعنا. ولما نخلي وجعنا عند الرب عند الصليب، هو قادر أنه يشفينا إلى تمام. أمين. لهذا تعرفون شنو أكثر شيء مشغول بينه الشيطان؟ أكثر شيء مشغول بينه الشيطان هو أنه ما يريدك تعرف حقيقة الصليب والقيامة. الشيطان هدفه أنه ما يريدك تعرف شنو الصليب، يخليك تلبس أسود، يخليك تبكي، يخليك تصوم 50 يوم، يخليك تسوي أعمال وتلطم بس المهم أنه ما يخليك تفهم حقيقة الصلب والقيامة. لذلك أنا اليوم أنا أريد أوضح لكم بكل بساطة حقيقة الصلب والقيامة، لأنه في الصليب والقيامة هناك حل. قل هناك حل، وهناك شفاء من كل ألم، من كل وجع نمر بينه في حياتنا. أمين. أوكي، أنا أريد هسه كل واحد من أدنى يكون أمين، كل واحد من أدنى أطلب من أدكم تكونون أمين وتعملون فحص ذاتي لنفسك. أعمل فحص ذاتي لنفسك. الفحص يخص سيرك مع الله. أوكي، يعني أنا أريد كل واحد من أدكم بينه وبين نفسه لحظات، تفهمين أميرن؟ لحظات يعني كل واحد من أدنى يسوي فحص نفسه لسيره مع الله، وتخلي لنفسك خلي درجة من 0 إلى 100. أوكي، غمض عيونك لحظات وخلي لنفسك درجة من 0 إلى 100. إذا تخلي 0 يعني أنت أسوأ شخص في العالم، يعني شخص قاتل، مجرم، حرامي، زاني، مجدف. خلي لنفسك 0، وخلي لنفسك درجة 100 إذا أنت شخص قديس مثل مارسيل تريزا، مثل فرانسيس الأسيسي، مثل بيلي غريهام. خلي نفسك درجة عالية. واضح؟ أوكي؟ أريد تفكر لحظات وتعطي نفسك درجة. أوكي؟ أوكي؟ بعدين هسه أريد تندار للشخص الجالس يمك وقل له درجتك. قل له ليمك، قل له شقد انطيت لنفسك درجة. بسرعة كلكم شاركوا ليمك. قل له أنا انطيت لنفسي مثلا 50 60. ده شوف شخص ماذا يسوي. أكو واحد ده يهفي معبس بوتشي وده يهفي، وده أشوف زوج وزوجة، يعني الزوج ده يقل مثلا 90، ده تقول له لا قلل شوية. أنا ما سويته يا زوجتي، نسويه بالبيت. أوكي؟ أوكي؟ خلينا نهدأ. اليوم أنا ما أريد أعرف درجتك، يعني الدرجة خليها لنفسك، لأنه مو شغلي أنه أعرف درجتك. لكن أنا أعرف أنه ماكو واحد بينا يستاهل 100، صح؟ إلا إذا كان دا يتشاقى قال ليمه 100، أو كان دا يكذب، يعني ما دا يتشاقى أو دا يكذب. بس إذا أنت كنت جدي وعطيت لنفسك درجة 100، أنا أريد أقول لك أنه قليل من الناس راح يحبون يمشون وياك، لأن راح يخافوا من عندك أنت 100. فلهذا من الأفضل أنه اليوم تقلل درجتك شوية. أوكي؟ تقلل درجتك شوية. في رسالة يعقوب الإصحاح الثاني عدد 10 يقول لأن من حفظ كل الناموس، تخيل نفسك حافظ كل الناموس، وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في بيش؟ في الكل. لهذا يعني ماكو واحد بينا يقدر ياخذ 100. اليوم احبائي لازم نفهم انه ماكو واحد من عندنا يستاهل ياخذ 100. اتفقنا؟ اتفقنا. لكن نحن نعرف شخص
درجته 100، وهذا الشخص هو يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. أمين. وقصة الصلب والقيامة ممكن أن تكشف لك درجتك، تكتشف درجتك في قصة الصلب والقيامة، لكن ممكن أيضا تعطيك الحل الأمثل. أمين. تعرفون قصة الصلب والقيامة قصة مؤثرة جدا، يعني كل واحد يتأثر. راح نشوف الفيلم بعد شوية، كثير من عندنا راح تدمع عيونهم وراح تبكي. قصة مؤثرة جدا. كثير من الناس لما تشوف الصليب وتعرف ايش لازم تسلم حياته تخاف. كثير من الناس تخاف وتقول يعني اذا انا ما دعيتوني الرب انا راح اقضي الأبدية وين؟ في الجحيم. فتيجي للرب بالبداية، تجي لكن بعدها تفشل لانه ماذا تقدر تتغير. اوكي، بالاخير لما تشوف نفسك ماذا تقدر تتغير، تخرج يسوع من المعادلة، فتقول اوكي انا راح احاول اصلح حياتي بالاول، وبعدين لما اصير زين اجي لالله. اوكي، لكن خليني اقول لكل واحد، انت ما راح تقدر تغير اي شيء من عندك من دونه. يعني لازم تيجي للرب اولا وبعدين تتغير، لانه نحن ما راح نقدر نغير بينا اي شيء. تعرفون الموضوع يشبه شخص واقع من عماره، وشخص ده يتفرج علينا وده يقول له توقف عن السقوط، راح يوقع. يعني راح يتوقف ليش؟ من قانون الجاذبيه، راح يوقع. فموضوع انه توقف ما راح يفيد. لازم يخلي له فد يا سدي يا ضاد من هذا مال اطفاء حتى ما يموت. تعرفون كثيرين من عندنا كثير مرات ناس تيجي وتقول لي يعني قسيس بصراحه ماذا اقدر اتغير؟ بصراحه ماذا يعني انا داريد اترك هاي الخطيه الفلانيه، داريد اترك التدخين، داريد اترك الشرب، داريد اترك الكذب، داريد اترك كذا، بس ماذا اقدر؟ كم واحد كن سواها؟ داريد بس ماذا اقدر؟ منو داريد يتخلص من خطيه معينه وماذا يقدر؟ الصادقين، انا اريد الصادقين يرفعون ايديهم. امين امين. شوف القس رفع ايده لانه اكو اشياء تريد بس ترجع بالخطيه مره اخرى. بس تعرفون اكو شخص في الكتاب المقدس اللي قال بالضبط هذا الكلام، ومع هذا تغير تغيير جذري. هذا الشخص كان ارهابي، هذا الشخص كان يشبه بن لادن في هاي الايام، هذا الشخص كان سبب رئيسي في اضطهاد وقتل كثير من المسيحيين، هذا الشخص كان يكره المسيحيين موت، كان يقتل المسيحيين. لكن فد يوم تقابل مع يسوع وفهم قصة الصليب والقيامة وتحول من كراهيته للمسيحيين إلى محبته للمسيح من كل القلب. وهذا الشخص كتب كثير من رسائل العهد الجديد، وهذا الشخص اسمه شنو؟ بولس. بولس في يوم الأيام في رسالة روميا صح 7 قال لما أريد أن أفعل الحسنى أنا أجد أن الشر حاضر عندي. منو ده يتكلم مع الشكل؟ بولس. لما أريد أسوي خير أجد أنه أنا دا أسوي شر. بولس قال أنا أريد أعمل الخير، لكن دا واجه حرب في داخل ذهني، وبالتالي دا أشوف دا أسوي شر. وبعدين بولس يسأل سؤال يقول من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وبعدين يجاوب يقول أشكر الله بيسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح هو سينقذني. وبعدين يقول مباشرة أنا تعلمت أيضا شيء. شو تعلمت يا بولس؟ أنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. وأنا اكتشفت أنه أنا أقدر أسلك بالروح، وأنا أقدر أفكر بطريقة مختلفة عن تفكير العالم،
وأنا اكتشفت أنه أنا أقدر أتغير لأنه هو اللي راح يغيرني. أمين. ونريدك توصل لهذه المرحلة. أنت ما راح تقدر تتغير. أوكي؟ قل لي يمك ما راح تقدر تتغير. بس هو راح يقدر يغيرك. أمين. تعرف اليوم أنا ما أعرف أنت وين واصل اليوم. بس أنا أريد أقول لك أنه مهما عملت من خطايا البارحة سويت خطايا، اليوم سويت خطايا، مهما كنت مقيد فقصة القيامة الموت والقيامة هي لك. السؤال الكبير اللي الناس تسأله، هل ممكن أتغير؟ ممكن أتغير؟ ممكن أتغير؟ ممكن، ممكن، لأنه قصة الصليب والقيامة تتكلم عن قوة التغيير. أمين. تعرفون أنا وجدت إنه كثير من الناس تهرب من الله، تنهزم من الله. ليش الناس ليش تنهزم من الله؟ تخاف لأنه ما يدركون إنه الله جيد جدا في غفرانه للناس. الناس عادة تقول، يعني إذا تسأل أي واحد تقول له الله يحبك، تعرف إنه الله يحبك، شو يقول لك؟ لا، يقولون أعرف أنه الله يحبني، وأنا أعرف أنه الله يغفر لي. أوكي؟ بس عادة الناس تقول، بس قسيس أكو شيء أو شيئين أنا أسويهم، ويعني أحس أنه الله زعلان من عندي، لهذا أنا ما أقدر أخدم لأنه ماضية دي يعذبني، ضميري دي يعذبني. لكن الرب يقول لنا في إرميا 31، يقول إني أصفح عن إثمهم وخطاياهم لا أذكرها فيما بعد. الله الخالق، لاحظوا، الله الخالق أخذ قرار أنه لن يتذكر خطاياي وخطاياك. قل آمين. كل خطاياك اللي عملتها في الماضي واللي راح تعملها واللي راح تتوب عنها، الله لا يتذكرها. والشيء الرائع انه مو بس الله لا يتذكر خطاياي، لكنه يعطيني القوه حتى اتغير واصير مثله. امين. امين. اليوم احبائي، بمناسبه الجمعه العظيمه، نريد نفهم ماذا حصل على الصليب. اوكي؟ لانه من دون ان نفهم الصليب ما راح يعني اي شيء بالنسبه لك إذا ما تفهم شنو اللي صار على الصليب. تعرفون هدفي اليوم أن ندرك أنه على الصليب يسوع دفع ثمن غالي جدا جدا. أمين. تعرفون الصلب كان أقسى عقوبة إعدام عرفت البشرية. وعادة الشخص المصلوب كان ما يقدر ينام لأيام لما يعرف انه راح ينصلب، مثلا بعد 3 أيام، يمكن 3 أيام ما ينام، لانه كان يعرف راح ينصلب. ومعظم الناس كانوا شافوا من قبل حالات ناس تصلب وكانوا يدركون حجم العذاب. في يوم الصلب كانوا يضربون الشخص المحكوم علينا بالسياط. راح نشوف الفيلم اليوم. السياط كانت عبارة عن حبال من جلد، وكانت السياط تتكون من 9 حبال من جلد تنتهي كل واحدة من عدها بقطع عظام حادة، قطع عظام حادة. حتى لما يجلد الشخص، هذه قطع العظام الحادة تسلخ الجلد وتحدث جروح عميقة. وكان عدد الجلدات اللي عادة يجلدون بها الشخص 39، يعني ما يسووا 40 لئلا يموت، فيقولون 39 بعدين نصلبه، يعني رحمة. 39 جلدة. تخيلوا المشهد، بعد نهاية 39 جلدة كان هناك 39 في 9 جرح في
في جسده. لاحظوا يسوع كان دا ينزف دماء حتى قبل أن يصلب. هنتوقع أنه دا ينزف دم بعد الصليب. لا، هو كان دا ينزف دماء حتى قبل أن يصلب. بعدين أخذونه إلى دار الولاية. في دار الولاية جنود أحاطوه، عروه، وبلشوا يركلونه، بلشوا يبصقون في وجهه، خلوا كليل شوك في رأسه. أحد الأشخاص لطموا في وجهه وقال له: تنبأ من لطمك. لكن يقول الكتاب يسوع لم يتفوه بكلمة. تفهم كان ممكن يسوع مو يتنبأ ويقول له اسمه، كان ممكن يقول له اسمك فلان بن فلان بفلان 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 إلى 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 نسب آدم، كان ممكن يجيب نسبه إلى آدم، كان ممكن يسمي خطايانه اللي سواها. لكن يسوع لم يتفوه بكلمة، لأنه أراد أن يدفع الثمن اللي ممكن أن يغير كل شيء في حياتك. بعدين يقول الكتاب أنه أعطوه خمرا ممزوجا بمرارة. يقول الكتاب لما ذاق لم يقبل أن يشرب. نحن ما نعرف ليش. كان الهدف من أنه يشربونه خمر بينه مرارة هو أنه تقل مقاومته عند الصلب، أنه يصمت، أنه ما يصرخ. لكنه رفض، لأنه يريد يذوق الألم اللي كان لازم نحن نذوقه على الصليب. بعدين وضعوا المسامير في إيديه ورجليه. مسامير كانت تغرس في الرسخ، كانت تضرب الأعصاب اللي تحرك الإيدين، كان هذا مؤلم جدا. كثير من الأشخاص يعتقدون أنه المسامير اللي سمروا بها إيدين يسوع ورجليه هي اللي أبقت يسوع على الصليب. الناس تعتقد هذا، لكن أحبائي نريد أقول لكم أنه اللي خلى يسوع يبقى مو المسامير، لكن اللي خلانه يبقى على الصليب هو محبته لكم. موت الصليب كان موت بطيء بطيء بسبب الاختناق. لما الإنسان كان يعلق على الصليب كان يحتاج أنه مسمر إيدينه ورجلينه، كان محتاج أنه حتى يتنفس، كان محتاج أنه يرفع جسده لفوق حتى يتنفس وبعدين ينزل لما يأخذ شهيق وزفير. لكن بعد فترة لما هو مسمر من إيدينه ورجلينه ولازم يصعد حتى يأخذ شهيق وبعدين ينزل حتى يأخذ زفير، كان عضلات الصدر بعد مدة تنصاب بالشلل، فالشخص بعد مدى يقدر يصعد وينزل، فيموت الشخص بسبب الاختناق. موت الصليب اللي داريد أوصل له كان ألم لا يطاق مع كل صعود ونزول للتنفس. هذا هو النوع العقاب اللي اجتاز بينه يسوع عند الصليب. أحد الجنود طعنوا بحربة وكان لازم الحربة تخترق القلب حتى يتأكدون من شنو؟ من موته. ويقول الكتاب أنه خرج دم وماء. الأطباء يقولون أنه الطريقة الوحيدة اللي الماء يدخل إلى القلب هو إذا القلب تمزق. أنا ما أعرف شو نسمي هذا طبيا، لكن أنا أريد أقول لكم أنه يسوع مات بقلب مكسور. قلبه المكسور كان دي يقول لكم أنا أحبك جدا وقلبي ممزق من أجلك. أحبائي لازم نعرف أنه مو المسامير هي اللي قتلته ولا الجلد هو اللي قتله، لكن قلبه المكسور هو اللي خلانه يموت. إشعياء النبي تنبأ عن هذا قبل مئات السنين لما قال: هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل
أثامنا. السؤال، ليش كان لازم يسوع يموت؟ مرات أخوتنا المسلمين يسألون هذا السؤال، ليش كان لازم، يعني ليش تآمنون بالصليب، ليش كان لازم يسوع يموت؟ جواب، لأنه كان لازم شخص يدفع ثمن خطاياك. كان لازم شخص يدفع ثمن خطاياي وخطاياك. لاحظ، إذا كسرت قانون أرضي لازم تدفع الثمن. مثلا عمل جريمة لازم تدخل السجن. إذا كسرت قانون إلهي أيضا لازم تدفع الثمن. والقانون الإلهي يقول أجرة الخطية موت. الأخبار السارة أنه تم دفع الثمن على الصليب. الله قال أنا أحبكم ونجيت للأرض حتى أدفع ثمن خطاياكم الذي هو الموت. في روميا صح الخامس عدد 8 يقول الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. الله بين محبته، في ترجمة أخرى تقول الله برهن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. يا ريت نعرض لقطات من الفيلم، فيلم الباشن، حتى يدفع ثمن خطاياي خطاياكم. ممكن اليوم ده نبكي، بس المهم انه نقبل الثمن اللي دفعه من اجلنا. دفع ثمن غالي جدا. تعرفون، اول ما تعرفت على هالة قبل الخطوبة حبيت أشتري الهالة هدية بعيد ميلادها. فرحت المحل يبيع ساعات سويسرية، اختاريت ساعة رائعة وغالية الثمن. فقلت لصاحب المحل، قلت له يعني هي كثير حلوة بس كثير غالية. صاحب المحل قال لي كلمات تذكرها لحد الآن. قال لي المنو ده تشتريها؟ قلت له للشخص اللي راح ارتبط بينه طول حياتي. قال لي اوكي، هي صح غالية بس انت لازم تاخذ قرار، هل هي تستاهل او ما تستاهل هذا الثمن؟ والرب بس وحده يعرف غلاوته عندي. وتعرفون يسوع كان لازم يجاوب، يسوع كان لازم يجاوب هذا السؤال عنك أيضا، هل أنت تستاهل أن يدفع الثمن؟ يسوع على الصليب مات لأنه كان دا يدرك أنت تستاهل كل هذا الثمن. رب يسوع لما كان على الصليب قال سبع كلمات، سبع جمل. أول شيء قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ رب يسوع كان متألم جدا لما الآب حجب وجهه عنه. بعدين قال لللص اللي على الصليب، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ثالث شيء قالوا يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو على الصليب، اليوم أنت تكون معي في الفردوس، يا أبتا اغفر لهم. هو على الصليب ده يفكر باللص، اليوم تكون معي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. بعدين تكلم إلى أمه قال له هو ذا ابنك، يتكلم ليوحنا. بعدين قال له ليوحنا هو ذا أمك. آخر جملتين قال الرب، قال أنا عطشان. بعدين فورا قال قد أكمل وأسلم الروح. نحن نعرف القصة أنه
شخصا ما جاء ووضع اسفنجة مبللة بيخل في فمه. بس نحن ما نعرف قصة هذه الاسفنجة. يقال انه في ذلك الوقت الناس كانت توقف ساعات حتى تتفرج عملية الصلب. وكان كل ناس شغلتها انه تلف عن الناس المتفرجين ولازم السطل وسفنجة ويرطبون جسمهم وتشم جسدهم لانه واقفين بالشمس ساعات طويلة، يعني يرطبون وينطفون جسدهم. وبهاي الاسفنجة المبللة كان يستخدموها الكثير ناس حتى ما تنتقل الامراض من شخص الى اخر، كانوا يخلون خل كمطهر. ويقال انه هذه الاسفنجة هي اللي خلوها في فم يسوع. تعرفون انا وجدت انه رب مع كل الالم اللي واجهه، اخر شيء شمه، اخر شيء تذوقه هو تلك الاسفنجة اللي تحمل وساختنا. اخر شيء تذوقه هي تلك الاسفنجة اللي تحمل وساختنا، لانه اراد ان يدفع الثمن بالكامل لك. امين. اخر شيء نريد نرجع للتقييم الذاتي اللي سويناه في البداية. ما اعرف ايش قد خليت لنفسك، بس ارجع للتقييم اللي سويناه من البداية. ونريد اقلكم انه اذا نرجع للتقييم اللي سويناه بالبداية وكنا امينين في التقييم، انا وانتو نستاهل صفر. لكن بسبب الصليب والقيامة هو بدل درجته واخذ درجتك. يريد ينطي لك 100، يريد ياخذ الصفر. حتى هذا يتفعل، هو كمل العمل على الصليب، هو غفر خطاياك. بس حتى انت تاخذ الغفران، حتى تنال الغفران، حتى هذا يتفعل في حياتك لازم تؤمن. ولما تؤمن كل شيء راح يتغير في حياتك. امين امين. خلينا نقف مع بعض. اليوم يمكن انت يمكن شعر نفسك انت متألم، متوجع في امور كثيرة. يمكن انت مثل الشخص القصة اللي حكيته، راسه يوجعه، بطنه توجعه، صدره يوجعه. يمكن انت تعبان، يمكن تعبان من خطاياك، يمكن ضميرك متعبك، يمكن ظروفك متعبتك، يمكن ماضيك متعبك، يمكن حاضرك متعبك، يمكن ناس متعبينك. ما اعرف شنو اللي متعبك، بس انت شعر نفسك امور كثيره متعبتك، امور كثيره متعبتك. والحل انه تجي عند الرب، عند الصليب حتى ترتاح. يمكن انت دا تشخص تعبك دا تسقطه على شخص اخر او مكان اخر. لكن نشكر الله انه في الصليب هناك شفاء، في الصليب هناك حرية، في الصليب هناك غفران، في الصليب اكو قوة شفاء لكل ألم، لكل تعب تمر بينه. انا نريدك من عند الرب ومد ايديك له، خد اللي سوانه على الصليب من اجلك. تحتاج تاخذ، تحتاج تاخذ، تحتاج تنال. الخلاص تم على الصليب للكل، للمسلم، للبوذي، للهندوسي، وللكل. بس الشخص اللي يستقبل ياخذ له هو اللي مد ايده ياخذ. قل يا رب انا اامن بموتك وقيامتك من اجلي، ونريد أختبر موت وقيامة، نريد أختبر موت وقيامة اليوم. أمين. نسمع الترنيمة، بس أنت اسمع كلمات ترنيمة، تريد
تركع، تريد تغمض، تريد تسوي أي شيء، بس تقابل مع الرب عند الصليب، تقابل مع الرب عند الصليب. ربي في ستري دمك يا حبيبي، من فداني إذ قضى فوق الصليب. ربي في ستري دمك يا حبيبي، من فداني إذ قضى فوق الصليب. قد وجدت فيك غفران ذنوبي، وغطاء الحب يشفي لي عيوبي. ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك. ربي في ستري دمك يا مناصي، قد غفرت لي شروري والمعاصي. ربي في ستري دمك يا مناصي، قد غفرت لي شروري والمعاصي. لست أخشى اليوم من أي قصاصي، صرت حصني صرت ملجأ خلاصي. ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك. ربي في ستري دمك يا يسوعي، بحنانك تكفكف دموعي. ربي في ستري دمك يا يسوعي، بحنانك تكفكف دموعي. أنت تحميني من الشر المريع، ثم تهديني إلى المجد الرفيع. ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك. ربي في ستري دمك يا رجائي، أرفع الرأس بفخر في السماء. ربي في ستري دمك يا رجائي، أرفع الرأس بفخر في السماء. يكمل فرحي هناك في العلاء، ومع الأبرار أجد بالفناء. ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك، ربي في ستري دمك. لو كنت تعبان، لو كنت متألم، الصليب. أريد أقول لك في الصليب شفاء، شفاء من كل تعب، من كل ضمير تعبان، من كل خطية رفضتك، من أسر الخطية، من عبودية الشرير. تعال عند الصليب، تعال عند الصليب. في الصليب هناك حل وشفاء من كل ألم ووجع تمر فيه في حياتك. يمكن تعبان، كنت تريد تتخلص، تريد تصلح نفسك، تريد تتغير. ما راح تقدر تتغير، هو راح يغيرك. انت عمرك ما راح تقدر تصير زين، عمرك ما راح تقدر تبطل تسوي خطية معينة بقوتك. تعال عند الصليب، تعال سلم حياتك، تعال سلم قلبك.
رب يسوع اليوم ده يمد ايده لك، يسوع ده ينادي عليك وين ما كنت، يكون جالس ان كنت واقف. واختصاص للناس الجالسين بعيد، الناس اللي خايفين يبينون، يسوع جاء لأجل كل واحد في هذه الغرفة. يسوع يمد إيده عليك يقول لك تعال اقترب من عندي، تعال اقترب من صليبي. والقرار لك، قرار لك، تقدر تقترب من الصليب، تقدر تتبارك، ممكن تهرب من الصليب. اليوم نشعر أن الرب كلمك، تكون عايش تعبان وفشلان ويائس ومحبط، أنا أدعوك اليوم تجي عند الرب، تجي عند الرب وتقول له ارحمني، قل له ارحمني، قل له الرب ارحمني، صلي قل له يا رب ارحمني، صلي صلي بصوت عالي، قل له يا رب ارحمني، قل له انا جاي اتوب، انا جاي اقبلك كمخلص شخصي لحياتي. لو انت قبلته كمخلص، تحتاج اليوم تقبله كرب، كسيد، كملك، لان كثيرين قابلينه كمخلص، كمخلص تريد الرب يخلصك من الدينونة، من العذاب، من الهلاك الأبدي، يعطيك حياة أبدية. ممكن يسوع مخلصك، لكن يسوع مو ربك، مو سيدك. لما نقول يسوع ربي يعني شنو؟ يعني يسوع سيدي يعني شنو؟ يعني كل شيء يقوله يسود على حياتي، هو الرب. احنا كثيرين من عندنا نقول يسوع رب، بس أنا رب نفسي، أنا سيد نفسي، أنا أسوي اللي بكيفي، وكأنه أنا رب نفسي. يا بنا السماوي، صلي من أجل كل شخص موجود في هذا المكان محتاج إلى غفران. أصلي اليوم يا رب أنه تلمس كل شخص موجود، تلمس كل شخص موجود في هذه القاعة، غفران يسري في هذا المكان. يا رب غفران يسري في هذا المكان، يا رب كل شخص يا رب يستلم غفرانك الآن 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 الآن. أعطي الإرادة أنه تتوب وتسلم الحياة والماضي والحاضر والمستقبل وكل شيء بين يديك. تعال اعمل عمليات تطهير، اعمل عمليات تطهير يا رب، مثل ما غسلت أرجل التلاميذ في خميس العهد. تعال يا رب، تعال وغسلنا. اكو ناس يا رب محتاجين اكثر من تغسيل الرجلين. تعال يا رب ارسل مياه جارية نقية من الروح القدس، غسل العيون، غسل النظرات يا رب الشريرة، غسل الأذان، غسل اللسان، غسل الأفكار، غسل العقول، غسل يا رب القلوب، غسل الإيدين، غسل الرجلين، غسل السلوك يا رب بين إيديك شعبك. يا رب كلمتك تقول الذي مات قد تبرأ من الخطيئة، الذي مات تظهر حياة يسوع فيه. تعال يا رب المس قلوبنا، تعال يا رب نور عيوننا، وشيل الغشاوة يا رب اللي إبليس مخليها، شيل يا رب محاولتنا أن نهرب من الصليب، نهرب من الصليب. كثيرين من عندنا نهرب من الصليب، نلبس أسود في 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 الجمعة العظيمة، لكن ثاني يوم نسوي اللي نريده. بدل ما تلبس أسود، سلم قلبك، سلم حياتك، وانت قول أنا قد صلبت مع المسيح لأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
احنا مرات نسوي تمثيليه، نلبس اسود بس ثاني يوم عيش حياتنا. ربي يقول لك خليك وياي على الصليب. في رومية 12 يقول قدموا اجسادكم ذبيحه حيه. تعرفون اللي لازم اذبحه مو هذا الجسد، مو هذا الجسد، لكن انا 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 اريد اتنازل عن الانا وعلق على الصليب. من يقول امين؟ انا ما اريد اعيش لانا، انا اريد اعيش لك يا رب. انا ما اريد ادور حوالين انا، انا اريد ادور حواليك انت. انا ما اريد يا رب امجد جسدي، انا اريد امجدك انت. انا ما اريد استمتع بي، انا اريد استمتع بيك. انا ما اريد اخدم جسدي، انا اريد اخدمك انت، انت يا رب. صلي يا رب انه تخرج شعبك اليوم يا رب من كل تعب، من كل خطايا، من كل عبودية، من كل مذلة. صلي يا رب تلمس كل عظام يابسة في اسم الرب يسوع. صلي من أجل النفوس اللي في حالة خراب، اللي في حالة دمار. صلي يا رب أنه تجي بمعانقة للروح القدس يا رب، تعمل عمليات شفاء، تعمل عمليات يا رب شفاء، شفاء حرية يا رب. واعطي الإرادة أن تقول لن نرجع للخطية فيما بعد، لن نرجع للخطية فيما بعد. نعم للقداسة، نعم للقداسة، نعم نعم للقداسة، نعم لعلاقة حميمة معك يا رب. نعم 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 نعم. أنا رح أتغير لأنك أنت تقدر تغيرني، أنا رح أتغير لأنك أنت تقدر تغيرني.